في هذا الفيديو سأشرح لك كيف ستحقق إخواني مجاناً 100% الطريقة ناجحة أكثر من 167 دولار شهرياً بأرباح مقدرة إخواني قد تكون أكثر. أيضاً الطريقة إخواني استناداً لطلبكم فهي على بلوجر كما تشاهدون، يعني بدون دفع ولا سنت. لكل المبتدئين الذين قاموا بالتعليق في آخر فيديو يريدون طرق مجانية للربح، سأشرح لك أقوى طريقة لتحقيق أرباح لا بأس بها تبدأ فيها مشروعك. تابعنا في هذا الشهر الحصري. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الأنترنت. درس اليوم إخواني قوي جدا لتحقيق أرباح لا بأس بها، شرحنا في الفيديوهات السابقة كيفية تحقيق أرباح لا بأس بها باستخدام سكريبتات قوية تمكنك من تحقيق أرباح لا بأس بها. الفيديو تحصل على تفاعل لا بأس به، لذا أشخاص ليس لديهم استضافة يريدون العمل وتحقيق أرباح لشراء استضافة وبداية المشاريع التي نشرحها، ولما لا الاستفادة من الموقع بطريقة أوتوماتيكية. وإذا أردت طبعا التواصل معنا على إنشاء خدمة سأترك لك رابط الواتساب، أيضا رابط الانستغرام ورابط الفيسبوك الشخصي الخاص بي، تواصل معي لإنشاء خدمة أو طلب إنشاء خدمة. طبعا المبلغ سيكون بسيط جدا إخواني لمساعدتك في بداية جمع رأس المال. نبدأ بالشرح إخواني. ما أحتاجه منكم إخواني دعم القناة لكي نواصل في شرح الكورسات التي نستفيد منها ونحقق منها أرباح. وأيضا ملاحظة، إذا وجدتم تعليق تأكد إخواني، تعليق ليست في أنا أعتبرها سبام، هذه تعليق لكي تقول لك إن الطريقة غير ناجحة وغير ناجحة. هنا إخواني تأكد أن الشخص الذي يقول هذه الأشياء فهو يعمل بها، وعندما أقوم بشرح هذه الطريقة قد تقل الأرباح خاصة به. تأكد أخي الشخص الذي يعلق أن الرزق على الله، كما قلنا إخواني الرزق على الله، لذا سنبدأ الطريقة وتستطيع العمل بها بالهاتف. دائما تأتي لي تساؤلات هل يمكن العمل الهاتف؟ نعم، استعمل متصفح كروم للهاتف وقم بتغيير إلى فيرشن كمبيوتر أو أورديناتور، بعدها ستبدأ في العمل. الطريقة إخواني، أول شيء ببساطة لكي لا نطيل الشرح، ستأتي إلى أديستيرا فور بابليشر. هنا هذه الشركة إخواني تقوم بفتح حساب في أديستيرا بابليشر. الطريقة إخواني بإيميلك فقط ويوزر نيم وتختار باسورد وتفتح حساب. كل البلوجر كما تشاهدون مقبولة، شاهد هذه البلوجر شرحتها معكم، هذه شرحتها معكم، هذه شرحتها معكم، هذه شرحتها معكم، كل هذه البلوج شرحتها معكم. والأرباح كما تشاهدون في هذا الحساب، لدي كم من حساب كملاحظة اللي في أديستيرا أسحب منها وبطريقة مجانية أعمل، ليس الترافيك شراء الترافيك. وإذا أردتم أن أشرح كيفية شراء الترافيك فقط سأعمل لكم فيديو، لكن استفيد من الطريقة المجانية فهي مجدية ومجدية. تفتح حساب، بعدها تضيف الويب سايت الخاص بك، هنا أد ويب سايت، وتقوم بإضافته بالطريقة العادية بلوجر أد ويب سايت. لإنشاء بلوجر لا نحتاج القالب في هذه الطريقة إخواني، تنشئ فقط مدونة مثل هذه المدونة إخواني مجانية، لا يوجد فيها أي شيء، نحتاج فيها بوست فقط. وإذا أردت وضع قالب لها لكي تكون احترافية سأترك لك قالب احترافي. هنا إخواني طريقة اليوم ستستعمل هذا القالب، إذا أردت طبعا تستطيع عدم استخدام القالب لأننا سنقوم بإنشاء one column، يعني مثل هذا البوست إخوان، نحتاج بوست مثل هذا فقط لكي يحقق فيه الأرباح بطريقة مباشرة. أنا سأترك القالب وأنت حر، ونصيحة مني اعمل بهذا القالب، هذا هو القالب إخواني بريميوم، تستطيع الحصول على على أدسنس موافقة أدسنس. هنا تضغط على Open with Block Note وتقوم بنسخ هذا الكود to selection، هكذا تنشئ حساب بلوجر إخواني مجاني. تدخل إلى بلوجر، تفتح حساب في الإنترنت، بعدها ستأتي إلى البلوج الخاص بك في هذا السهم، قم بالدخول إلى الأسفل نيو بلوج، بعدها إخواني إنشاء بلوج. هنا قم بكتابة اسم خاص بالورك، ورك هكذا ناو مثلا، اعمل الآن ورك ناو تايتل، واضغط على أوكي. الأدرس وهو رابط المدونة، سأقوم بكتابة ورك ناو فري، ونشاهد إذا كانت مجان أفاليبل، أضغط على السيف، وهنا هذا هو الدومين الخاص بي. إذا عدت إلى البلوج الخاص بك وضغطت على فيو من هنا، ستجد أنه لا يوجد فيه أي شيء كما تشاهدون، خالي تماما. تأتي إلى التام هنا، ثم تأتي إلى هذا السهم،
تختار إيديت عشرة أم أن. بعدها تقوم بالضغط على Select All يعني تحديد الكل، بعدها حذف والضغط على Paste. هنا ستضغط على Save، ننتظر إلى أن ينتهي. هنا البريسيسينج يأخذ بعض الوقت حسب سرعة الانترنت. انتهى الأمر، أعود من هنا وأضغط على تحديث لهذه المدونة. كما تشاهدون تم تثبيت هذا القالب. ما أحتاجه إخواني أعود من هنا، أريدكم أن تأتوا إلى Layout، وأول خيار ستقوم بحذفه هو هذا الخيار List Link. قم بحذف كل هذه اللينكات، لا نحتاج أي لينك هنا، هكذا لا نحتاج أي شيء، نترك فقط الهوم. وأيضا بعدها ستضغط على Actualize، نحتاج فقط هذا الشيء. وهنا إخواني تستطيع إضافة لوجو إذا أردت، لكن هكذا نكتفي بهذا القدر. الآن نريد الضغط على Post، وهنا إخواني الطريقة والاستراتيجية التي سنعمل عليها وهي خاصة بالعمل. تأتي إلى صفحة جوجل وتقوم بالبحث على Job and Work، ستجد أشخاص كثر يضعون بوستات ويحققون من هذه الطريقة أرباح خرافية. إذا توجهت أيضا إلى كانفا إخواني وبحثت على Get Job ستجد مثلا بوستات قوية، مثلا How to get your first job، تستطيع العمل هنا إخواني اختيار أي قالب من هذه القوالب. شاهد إخواني كثير من القوالب، مثلا سنختار كمثال فقط هنا Get Job، وهنا إخواني تضغط على Customize وتقوم بالتعديل البلوك كما تريد. هنا مثلا شاهد هذا الشخص، هنا سأقوم بإضافة مثلا شيء هكذا إخواني How get مثلا get your job، سأقوم بحذف هذه هكذا، هنا أقوم بتعديلها هكذا، أعدل كما أريد إخواني. هنا get your first job وأقوم بتحميل هذه الصورة، فقط تعديل بسيط لن تتعب في تعديلها. هنا أستطيع تحديد المقياس الذي أريد، أضغط على download لكي يتم تحميله. الآن أنت حملت هذه الصورة، تعود الآن تستطيع استخدام شات جي بي تي لهذه الطريقة أو استخدام برنامج الذي سأترك لك رابط تحميله، أو تعود إلى القناة وضعت رابط تحميله على ما أعتقد سكريبت أطلس. هنا إخواني هذا البرنامج يمكنك العمل عليه، وضعت رابط في التعليقات هنا وهنا شرحته، حمله من هذين الفيديوهين وشرحت استراتيجية للربح تستطيع مراجعتها وتحقيق الأرباح. المهم هنا في هذا الفيديوهين سكريبت أطلس تقوم باستخدامه أو تستخدم شات جي بي تي، يعني أنت حر في هذه الطريقة. مثلا إذا استخدمت برنامج سكريبت أطلس وأتيت إلى أدفرتيس أو إعلانات، وهنا ستجد كل الإعلانات المتوفرة، مثلا إعلانات عامة، أبليكيشن نوتيفيكيشن إخواني، لينكد إن أدز، جوجل أدز، فيسبوك أدز. كمثال سنقوم بوضع إعلان فيسبوك ونقوم بوضعه نفسه في بوست أب بلوجر. أضغط على Continue، هنا يخبرك What is the product service beginning advertise، ستقوم بالضغط مثلا على Get Work هكذا ببساطة. هنا التارجت مثلا Make Money Online، Make Money Online لأنهم هم الذين يبحثون عن العمل. What is the call action مثلا Get Now Job هكذا. وهنا اختار كازيال، وهنا What are top future، هنا مثلا Get، هنا فيما بعد سنغيرها get $20 per day هكذا، وأضغط على generate prompt وأضغط على copy وأقوم بوضعه هنا، سيقدم لي إعلان احترافي، أضغط على OK. جيد، وهنا إخواني شاهد هذا البوست الاحترافي، تستطيع إخواني تحقيق أرباح لا بأس بها بهذا البوست، وسأريك الطريقة، تابع معي جيدا، يكفيك اللصق هنا اللينك لكي تربح. جيد،
نحن لدينا الإعلان، نعود إلى البلوجر إخواني. قلنا أننا سننشئ بوست جديد، أضغط على نيو بوست، وهنا إخواني حولها إلى هذا الخيار، وقم بوضع مثلا هنا هكذا. وهنا إخواني هذه سنضعها كعنوان لأننا سنقوم بترويجها كبوست، وفيما بعد نفس الإعلان سنضعه على بلوجر أو على الفيسبوك أو أي منصة نقوم بنشرها. هنا فقط انتبه معي، إذا عدت إلى سكريبت أطلس هنا شاهد إخواني هذه كما تشاهدون الفورمة الخاصة بها تغير نوعا ما في البلوجر، فقط يكفيك التعديل أنت هكذا، وتأتي إلى الثانية وتضغط على هكذا والثالثة أوتوماتيكيا تم تعديلها هكذا. جيد، كل شيء جيد. هنا Get Now ستقوم بنسخها هكذا وإضافتها or، هنا يجب أن تكون هذه الكلمة جيد، تقوم بإعادتها مرتين إخواني هكذا، وستفهم فيما بعد ما هي، لماذا قمت بعمل هذه الأشياء. جيد، الآن أنت لديك بوست، تبقى فقط صورة احترافية، سنقوم بوضعها الصورة، هذه الصورة سنقوم بتحميل الصورة التي حملناها منذ قليل من كانفا، أضغط على فوتو وأختار Upload from your ديفايس وأختار هذه الصورة وأختار أوكي هكذا لكي نقوم بتحميلها. بعدها تم تحميل هذه الصورة، تستطيع وضع لها لارج يتم تكبيرها، وهنا تضغط على، قبل الضغط على Publish تعود إلى Adistera لكي نحقق الأرباح. في Adistera إخواني أنت تكون في الويب سايت، تختار Direct Link هكذا، وهنا إخواني تنشئ Add Direct Link، يتم إنشاء Direct Link جديد. أنا سأضغط على Reactive لأحد هذه Add Direct Link أو رابط المباشر وأقوم بنسخه، أعود إلى Post Blogger وأقوم برابط هنا، نعود من هنا مرة، سنقوم بحذف هذه فقط، وهنا سأقوم بوضع رابط Adistera أولا بالضغط على هذه العلامة والضغط على Paste وأوبن أوكي. بعدها إخواني سنقوم بوضع رابط عمل حقيقي لكي يجد الشخص الخدمة. هنا تستطيع استخدام موقع مثلا، هذا الموقع I Needed مشهور جدا، يتحصل على زيارات تصل تقريبا إلى 5 مليون زيارة شهرية، وقم بنسخ هذا الرابط الذي سأتركه لك. أعمال حقيقية متوفرة هنا في موقع I Needed، تقوم بوضعها هنا، يعني عندما يضغط في الرابط الأول إذا لم يجد هنا هكذا، وهنا أضغط على اللينك وأضغط على أوبن أوكي، احتمالية 100% أن يضغط في البوست الرابط الأول، ثم إذا لم يعمل معه يضغط على الرابط الثاني. نضغط على Publish وConfirm. لدينا الآن البوست إخواني كما تشاهدون، هنا بوست احترافي، إذا وضعت هذا الخيار ستجد أنه شغال باحترافية. عندما يضغط على Get Link سيتم تحويله إلى رابط Adistera، وإذا ضغطت من هنا سيتحول إلى رابط I Needed، يعني أنت قمت بتحقيق أرباح لا بأس بها. شاهد هذا الرابط سيشتغل جيد، وهنا إعلان Adistera. هنا فقط إخواني إذا أردت إضافة بعض الأرباح في موقع Adistera إخواني يمكنك التوجه إلى الويب سايت، وستجد إخواني هنا اللينكات الخاصة بAdistera أو إعلانات Adistera. مثلا نضيف إعلان سوشيال بار، نقوم بإضافتها Get Code Copy، نعود إلى البلوجر، تضيفها في البوست فقط. مثلا سأختار هذا الخيار وأقوم بالضغط على مثلا HTML، شاهد إخواني HTML، أنزل إلى الأسفل هنا هكذا، وأقوم بإضافة روابط أو الرابط إعلاني هكذا. أيضا أضيف مثلا رابط إعلاني آخر مثلا هذا البانر، أضغط على Get Code وCopy وأقوم بإضافتها في البلوجر هنا أيضا Paste، وأضيفه مرة أخرى لأنها تدفع على كل ظهور للإعلان، كلما أكثرت الإعلانات سيتم إظهار الرابط. أضغط على Update وهنا شاهد البلوج الخاص بك، بعد ثواني سيظهر الإعلان إخواني، وهنا أول إعلان ظهر كما تشاهدون نيوتيف بار، وثاني إعلان وثالث إعلان، ستربح من الرابط المباشر وهذه الإعلانات. الآن هذا هو البوست، نريد إنشاء منشور أو إعلان خاص بالفيسبوك،
هنا نفس الإعلان إخواني، يمكنك الضغط فقط على نسخ هذا generate prompt مرة أخرى أو clear و generate prompt، سيقوم بتقديم لك prompt جديد، قم بوضعه في شات جي بي تي هنا، هذا prompt جديد واضغط على OK. وهنا إخواني كما تشاهدون سيقدم لك اختيار احترافي خاص بالفيسبوك، سنقوم بوضع رابط الفيسبوك هنا، نقوم بنسخ هذه ونأتي إلى صفحة الفيسبوك إخواني. هنا أنا بحثت على الورك، وجدت الكثير من الأشخاص يبحثون على الورك. إذا توجهت إلى الجروب إخواني هنا، وهنا إخواني تضغط على جروب بابليك فقط، يعني التي مفتوحة النشر، هنا 1.2 أجنبي، هنا 72,000 I need graphic designer USA، هنا هذه أستطيع الترويج فيها، وهنا I need a job 28 أستطيع انضمام إليها، وأضغط على visit من هنا هكذا، وتقوم بالدخول إلى الموقع. أشخاص يبحثون عن العمل، أنت ما ستفعله ببساطة ستأتي إلى هذا الخيار وتختار الصورة التي أردتها هكذا، وتضيف الشيء الذي قمت بالتحصل عليه في موقع شات جي بي تي أو برنامج سكريبت أطلس. إذا عدت إلى سكريبت أطلس هنا ستشاهد أنه أضاف لك شيء احترافي هنا فقط. ملاحظة، ستقوم بإضافة الرابط الخاص بالبوست، الرابط الخاص بالبوست إخواني، هذا هو البوست الخاص بنا، أقوم بنسخ رابطه كما تشاهدون من الأعلى، وأتوجه إلى الفيسبوك إخواني وأقوم بإضافة get work مثلا، أضيفه هنا هكذا. جيد، كل شيء جيد، الرابط هنا غير محظور لأنه رابط بلوجر، الإعلان احترافي، وهنا كل شيء جيد، أضغط على بوست، أشخاص كثر ستقوم بالتوجه إلى رابط المدونة، ستربح من الإعلانات وستربح إخواني من الأشياء، الرابط المباشر. جيد، هنا تقوم بنشر المنشور الخاص بك كم من مرة إخواني، مثلا هنا سأقوم بنسخه مرة أخرى وأبحث على بوستات مفتوحة المصدر. وكما تشاهدون إخواني في هذا المنتدى البسيط تقريبا 3000 شخص وضعت البوست خاص بي، ولكي أتأكد أنه غير لا يوجد أي مشكلة في البوست، كما تشاهدون هنا الرابط شغال وكل شيء جيد أخي. هنا هذا البوست كما تشاهدون تم نشره. الآن نحن نحتاج بوست منشور، ما سنفعله إخواني سنقوم بأخذ رابطه من هنا، هنا يمكنك أخذ الرابط كلوز سيمور، شاهد كل شيء يعمل بطريقة احترافية، تأخذ الرابط إخواني الخاص بالمنشور. بعدها ماذا ستفعل؟ ستوجه إلى موقع شرحته من قبل، موقع قوي جدا هو يو لايك هيتس، موقع تقوم بفتح حساب فيه بطريقة اعتيادية، اي ام نوت روبوت، تقوم بالتسجيل في هذا الموقع بعد الدخول إلى حساب. طريقة فتح حساب سهلة جدا بالإيميل، لدي أكثر من 3000 نقطة، يمكنك عمل ترويج لصفحة الفيسبوك أو بوست الخاص بك، يمكنك ربح النقاط من هنا، وضع لايكات ومشاهدة فيديوهات يوتيوب وتحقيق أرباح، يمكنك الربح من الإحالة. بعدها إخواني ستضغط على Add Website وتضيف الشيء الذي تريد، مثلا تريد صفحة فيسبوك تروج لها تستطيع تروج لها، تريد رابط إخواني للبلوجر تستطيع إضافة البلوجر الخاص بك مثلا هذا البوست، وتضغط على Copy تستطيع إضافته لكي يتم منشره، لكن أنا لا أريد هذه الطريقة، يمكنك العمل على طريقة نشر حساب فيسبوك أو بوست تيلي تويتر، هنا بنت فيسبوك غير متوفر، لكن إذا توجهت إلى أدمي فاست إخواني فهو أيضا يحقق تقريبا 1,000,000 زيارة شهرية وموقع كبير، يمكنك نشر أو ترويج لصفحة أو البوست الخاص بك ويصل إلى كم هائل من الأشخاص. أنا لدي حساب لكن يجب أن أقوم بتفعيله فقط، وهنا تبدأ بتحقيق النقاط من هنا ويتم تحويلها إلى البوست الخاص بك، وبالتالي سيتم انتشار هذا البوست الخاص بك، وبالتالي يتحصل على لايكات ويتحصل على مشاهدات ويصل للأشخاص الذين يريدون العمل، بالإضافة إلى أنك قمت بالترويج في
في مواقع تحتاج للعمل، شاهد كل هذه الأشخاص يحتاجون العمل، يعني احتمال الضغط على المنشور الخاص بك كبير وكبير، وبالتالي تحقيق أرباح. هذا هو درسنا اليوم، أعتقد أنني شرحت لكم كل شيء بالتفصيل. إذا وجدت أي شيء أو أردت أن أقوم بإكمال شرح الطريقة بالتفصيل كيف ترويج صفحة الفيسبوك، قم بالضغط على زر لايك ووضع تعليق محفز، وسنواصل إن شاء الله. في الأخير ما علي إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.